بالنسبه للاستعدادات لهذه المباريات الوديه، ان شاء الله جميع اللاعبين حاسين بالمسؤوليه ان شاء الله باش ندخلوا لهذا الغمار الافريقي ان شاء الله، باش نحققوا واحد النتائج ايجابيه. كنتمنوا ان شاء الله ندوزوا هذه المباريات باش ان شاء الله نستعدوا للشان في الكاميرون ان شاء الله. وبالنسبه للمجموعه صراحه كل شيء حاس بالمسؤوليه، كل شيء عازم باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله بطبيعه الحال بالتعليمات ديال السي حسين متعموش. الحمد لله، يعني من بعد ما خدينا واحد تربص في مدينه الرباط، الحمد لله هذا التربص الثاني، الاجواء كدوز في اجواء عائليه، استعدادات يعني الحمد لله، اي واحد كيقلب على الجائزه ديالو الحمد لله، يعني كل شيء كيدوز مزيان. كنتمنى ان شاء الله عندنا جوج مقابلات وديين يعني في دول النيجر، نتمنى ان شاء الله نستعدوا مزيان باش ان شاء الله نستعدوا للشان ان شاء الله، ونكونوا واجدين 100% ان شاء الله باش ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه المسابقه هذه.